مرحبا، أنا الدكتور عبد الرحمن عمر، اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر. راح أتكلم لكم اليوم بشكل مختصر عن أحدث أجهزة الكيو سويتش أندياك ليزر المتوفرة حاليا، وهو جهاز البيكارل البريطاني. يستخدم هذا الجهاز لإزالة التاتو والتصبغات والكلف. يعمل هذا الجهاز بأحدث تقنية موجودة حاليا وهي تقنية البيكو سيكند. من المميزات العديدة لهذا الليزر هو وجود أكثر من طول موجي واحد، ولهذا يمكن استخدام هذا الليزر لجميع أنواع البشرة. للليزر استخدامات عديدة، منها علاج الثوالل السطحية، الأوعية الدموية المتوسعة، بالإضافة إلى داء الوردية. يمكن استخدام هذا الليزر أيضا لتشقير الشعر والتقشير الكارمي.